مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. لقاءات ثنائية في بعبدة غدا ودعوة الرئيس عون للحوار محور النقاش. رئيس الجمهورية: الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني. بعبدة عن تجميد مراسيم رواتب المتعاقدين، أي تأخير يتحمله معطلو مجلس الوزراء. وزير التربية والمدارس وكورونا، من فتح ومن أرجأ العودة. الدولار لامس 32 ألف ليرة، فماذا ينتظر اللبنانيين بعد؟ الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ومن ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر فيسبوك وإنستغرام. الدولار يتجاوز عتبة 32 ألف ليرة، وبعض السياسيين لا يتجاوزون مصالحهم السياسية التقليدية واعتباراتهم الشخصية المعروفة ليمنعوا تحول الخلاف السياسي الأكيد إلى خلاف وطني لا لزوم له. ومن هذا المنطلق أتى تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم على أن الحوار يعني الجميع، فهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية. فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الأحيان حول قانون معين أو مشروع، ولا يجب أن نختلف على مبادئ جوهرية وأساسية في حياة الوطن قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله. الدولار يتجاوز عتبة 32 ألف ليرة، وبعض السياسيين لا يزالون يمنعون انعقاد مجلس الوزراء الذي يشكل مجتمعا السلطة التنفيذية في البلاد، متحملين بالتالي مسؤولية كل الظلم الذي يتعرض له اللبنانيون اليوم أو قد يتعرضون له في الأيام والأشهر المقبلة بفعل عرقلة ملفات لا بد من بت أمرها في مجلس الوزراء، وليس من خلال آليات لا يجوز اللجوء إليها في ظل حكومة قائمة، لأن في ذلك خرقا للدستور وتجاوزا للمؤسسات. وفي هذا السياق وتعليقا على المعلومات المتداولة عن أن المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الحالي، وأن المراسيم المتعلقة بهذه المسألة مجمدة في رئاسة الجمهورية، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم بأنه درجة العادة قبل نهاية كل سنة أن يقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملكات المؤقتة وللمتعاقدين والأجراء وغيرهم، وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة. وبناء عليه تابع البيان، طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة، لكن سعيه لم يستجب، علما أن رئيس مجلس الوزراء كان وجه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من إمكانية إصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع، ومنها زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، إعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والأمنية، مستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها. إلا أن الرئاسة رأت أنه من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة في شأنها. وأضاف مكتب الإعلام أنه يتضح مما تقدم أن أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل. وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اللبنانيين
تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها مدنيين وعسكريين وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها وفق بيان بعبدة. الرئيس عون يجدد التأكيد على أهمية اللقاء الحواري الذي دعا إليه، مشددا على ضرورة أن يتخطى الحوار الخلافات السياسية البسيطة. خلال زيارة الشكر والتقدير على تهنئته له بمقام مشيخة العقل ورئاسة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، حضرت أهمية الحوار في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على رأس وفد. بالأول اجت الأجوبة إيجابية، ولكن ما بعرف بلش يصير تحفظات عليها، لا ما بعرف، مع أنه برنامج اللقاء التحاوري هو على ثلاث نقاط أساسيات بشكله خلافات مهمة بلبنان، إلا لربما حتى قبل الانتخابات مش نحلها، على الأقل نخفف من حدية الكلام عنها، لا ما بدنا نضل نحن بصراع كلامي من وقت لوقت. صرنا زمان عم نعتمد على الأسلوب هيدا، يوم متصالح يوم متخانق، يوم متصالح يوم متخانق، هالشي هيدا ما بيعطي استقرار بالمجتمع تبعنا. أما فيما يتعلق بنقاط الحوار الثلاث التعافي المالي واللامركزية والاستراتيجية الدفاعية، فقال الرئيس عون: التعافي الاقتصادي بدنا إياه كلنا، توزيع الخسائر هيدا هو الخطر على اللبنانيين كلهم إذا ما كان في هونيك توزيع عادل للخسائر. هالشي هيدا إذا بيكمل هيك اللي عندهم ودائع بسيطة بيروحوا كل اللي معه، وهن الأكثر الأغلبية الساحة أن 200,000 لبناني، ولا عم يتمنعوا ما بعرف. المركزية الإدارية ما بتلغي الدولة المركزية والارتباط فيها، منا مستقلين هن، بس هيدي إدارة كل منطقة إدارتها ماليا حسبوها بلدية مثل بلدية بس على أكبر وعندها صلاحيات أوسع شوي، وهيدي بفتكر تسمح بالتنافس بين بعضها مشان الإنماء ومشان أي مشاريع تانية لإزدهار المناطق. الخطة استراتيجية دفاعية وهيدي كمان لازم هي تندرس، لأنه الدول الكبيرة بتحارب حتى تزيد نفوذها، ونحن بالكاد نقدر ندافع عنها ضمن المحيط حتى نحفظ استقلالنا وسيادتنا. هلا الطموحات الكبيرة مش لإلنا، ولذلك لازم هناك انضباط بالتعاطي بالمشاكل والخلافات لدير حوالينا. الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني، وشدد رئيس الجمهورية على أهمية العيش الواحد في الجبل. المسيحية والدروز بالجبل مش عم بحكيها من باب الطائفية، ولكن عم بحكيها من جهة الانصهار والدفاع عن هالثنائية اللي كانت هي بأساس الاستقلال وهي بأساس امتداد لبنان خلال التاريخ كله. وأنا طبعا بأحلك الظروف بخطباتي بحكيتي بحكي السياسي كنت مع الوحدة متماسكة، وحكيتها مع كل الزملاء النواب من أول ما جيت لليوم، وكنا على خلاف سياسي، ولكن ما بننسى نحن الجذور، نحن جذور الوطن. جبل لبنان وقت اللي كان
متفق ومتماسك إن هو حكي بلبنان. الشيخ أبي المنى شدد من ناحيته على أهمية الحوار. نؤكد معكم ولنؤكد لكم كطائفة مؤسسة وأساسية في هذا البلد أننا دائما مع نهج الحوار ومع نهج التلاقي والانفتاح. الحوار هو منطقنا والحوار هو نهجنا، وهذا ما تدعون إليه دائما. إذا كان هذا الحوار الذي تدعون إليه اليوم، الحوار الوطني، سيؤدي إلى انتظام عمل الحكومة فهذا هو المطلوب. شدد على أهمية الدور الذي يقوم به رئيس عون لإنقاذ البلاد. دوركم أساسي في إنقاذ البلاد، ونحن معكم وإلى جانبكم وإلى جانب جميع المخلصين من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا ومجتمعنا. والحمل كبير، ولكنكم تحرصون كما نحرص دائما على معالجة الأوضاع وعلى إنقاذ البلاد. لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة. إذا بعدنا عن هالرسالة بنكون بعدنا عن لبنان. نحن وإياك إن شاء الله في مركب واحد وفي مهمة واحدة نحو هدف واحد، هو إنقاذ هذه الرسالة والتأكيد على أهميتها. وفي بعبدة، وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الرسمية لبغداد والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين الذين أبدوا كل استعداد للتعاون ومساعدة لبنان على مختلف الصعد، لا سيما منها الصعيد العسكري. يبدأ رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء سلسلة لقاءات في إطار المشاورات الثنائية حول الدعوة إلى الحوار مع عدد من رؤساء الكتل النيابية. أما هدف الحوار فتعويم لبنان. التفاصيل في تقرير نانسي صعب. برفض تعويم العهد أو رفض تعويم جبران باسيل، يتحجج بعض الأطراف لتبرير رفضهم دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني حول العناوين الخلافية الثلاثة: الوضع المالي وخطة التعافي، اللامركزية والاستراتيجية الدفاعية. حتى الساعة رفض الحوار العلني لم يعبر عنه إلا تيار المستقبل خلال اتصال سعد الحريري بالرئيس عون والقوات، فيما موقفه الاشتراكي ينتظر أن يبلغه رئيس التقدم الاشتراكي وليد جملاط للرئيس عون خلال زيارة له إلى بعبدة يحدد موعدها فور شفاء جملاط من الرشح. لكن سبق لعضو لقاء ديمقراطي أن مهد له بالإشارة إلى أن مثل هذا الحوار كان يفترض أن يجري في بداية العهد وبعناوين تلامس الواقع وتلامس آلام اللبنانيين، على اعتبار أن الوقت اليوم ليس للبحث في تعديل النظام السياسي في لبنان، بالإضافة إلى أن الاشتراكي غير معني بتعويم أي أحد. ربما تناسى أبو الحسن دعوات الحوار المتكررة للرئيس عون، وإن كان الجواب النهائي في جعبة جملاط. هذا الموقف قد لا يكون بعيداً عن موقف حركة أمل التي سبق لرئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تداول مع الرئيس عون بالدعوة إلى الحوار خلال اتصال هاتفي قبل يومين، قبل أن يؤكد المكتب السياسي للحركة تلبية دعوة الحوار وسط سلسلة تساؤلات حول توقيته وجدول أعماله والأولويات التي يطرحها. وهكذا يبقى أن المشاورات الثنائية التي يعقدها الرئيس عون يومي الثلاثاء والأربعاء مع رؤساء الكتل النيابية ستحدد مصير الدعوة إلى الحوار لجهة تحديد موعدها أو لجهة العدول عنها. ويبدأ الرئيس عون مشاوراته الثلاثاء بلقاءات تجمعه بكل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة ضمانة الجبل طلال إرسلان، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي، على أن يجتمع الأربعاء بكل من اللقاء التشاوري رئيس الكتلة القومية أسعد حردان، رئيس كتلة النواب الأرمن أغوب باقرادونيان، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. وسيضع الرئيس عون رؤساء الكتل في الظروف التي أدت إلى هذه الدعوة والهدف من الحوار وتحديده بهذه النقاط الثلاثة. تتوقف مصادر مطلعة على مواقف بعبدة عند هدف الحوار، وهو بشكل أساسي تفعيل الدولة، لسيما أن العناوين الثلاثة التي طرحها الرئيس عون هي نفسها المواضيع الخلافية التي تتعطل بسببها كل الدولة بمؤسساتها وإداراتها كما بسلطاتها الدستورية. فمجلس الوزراء مكتمل الأوصاف الدستورية لا يجتمع ومعطل، ومجلس النواب يعطل نفسه وعالق أمام شروط فتح دورة استثنائية على الرغم وضوح النص الدستوري الذي يحدد الصلاحيات في مادته 33، والقضاء مجمد. تعطيل عمدي إذن تقول المصادر عينها، دفع الرئيس عون إلى الإشارة إلى إيرادات تعطيلية لا إلى صدف، ما يجعل أي حل بحاجة إلى الحوار. فوحده رئيس الجمهورية هو القادر على المبادرة ويمارس دوره حتى آخر يوم من ولايته،
ولمن يعتقد بأنه برفض الحوار يحاول عزل رئيس الجمهورية، تقول المصادر المطلعة إن صفحة محاولات العزل طويت، فالمشاورات الثنائية قائمة، أما عدم عقد الحوار فليس إلا إعلانا رسميا من قبل كل الأفرقاء عن أزمة النظام. فالرئيس عون طرح عناوين للحوار تحمل بعدا تأسيسيا، هو يحاول تأمين إجماع وطني حول خطة التعافي بعدما أصاب الانهيار كل اللبنانيين من دون استثناء، وحدد الاستراتيجية الدفاعية بما يمكن المزايدين في موضوع السيادة من محاورة حزب الله حول سلاحه بالمباشر. أما طرح اللامركزية فكفيل بكشف كل الأوراق بين المؤيد والمزايد وبين المعارض علنا أو بصورة ملتوية. ستحدد المشاورات الثنائية إذن مصير اللقاء الحواري، وفي حال عدم النجاح بعقده سيكون موقف للرئيس عون يقول فيه الأمور كما هي، وسيحدد المسؤوليات، خصوصا أن الرئيس عون لن يحاور نفسه في مواضيع حساسة من شأنها فك التعطيل، وهو بالتالي ليس بحاجة إلى نصائح من أحد في هذا المجال، تضيف المصادر المطلعة على مواقف بعبدة. أما الكلام عن تعويم العهد أو جبران باسيل فكلام تختصر المصادر الرد عليه بالتأكيد أن الحوار لا يصنع رؤساء جمهورية ولا يؤمن حظوظا انتخابية، وهو يريد تعويم لبنان تماما، كما أن مجلس الوزراء يجتمع في مصلحة الناس. وخلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، توجه البابا فرانسيس إلى الشعب اللبناني الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية وهو يسعى جاهدا لإيجاد حل لها، وقال: أريد اليوم أن أجدد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي لكي يبقى هذا البلد ثابتا في هويته وبقائه نموذجا للعيش السلمي معا والأخوة بين مختلف الأديان فيه. رغم المحاولات لكبح تدهور الليرة، ارتفاع كبير في دولار السوق السوداء الذي لامس 32 ألف ليرة لبنانية، وانطلاقا من هنا من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وهل من شيء يمكن فعله بعد؟ التفاصيل في مداخلة للخبير الاقتصادي جاسم عجائة. مساء الخير بروفيسور، بالبداية شو سبب هالارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء؟ مساء الخير لك ست ريتا وللمشاهدين الكرام، وانا بشكرك على دعوتك الكريمه. يا اهلا. حقيقه يعني سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، خلينا نقول اول شيء الاحتمالات، ترجع اعطيك رايي. الاحتمال الاول انه يكونوا هاو التطبيقات عم يعطوا السعر شو ما كان، يعني كيف ما كان باي طريق إن كانت. الاحتمال الثاني وهو سيناريو مطروح انه في عمليه تهريب للدولارات كثيفه الى خارج الحدود. وفي بعد سيناريو ثالث وهو انه بعض القوى السياسيه عم بتجمع دولارات بالسوق السوداء بهدف الانتخابات النيابيه المقبله. هاو الثلاث عوامل انا اعتقد، وهذا هلا صرت عم بعطي راي شخصي ناتج عن تحليلي، بعتقد انا انه ثلاث عوامل مجتمعين، يعني في ثلاث، يعني في من الثلاث، يعني في التطبيقات منا ما عم تعطي اسعار مثل ما بقولوا اقتصاديه ناتجه عن العرض والطلب، اثنين في عنا عمليه تهريب اللي حضرتك ذكرتها. دكتور بعدك معنا؟ بروفيسور عجائة، إذا كان عم يتحدث البروفيسور عجائة عن ثلاث أسباب أدت إلى التدهور اللي عم نشوفه بسعر صرف الليرة. الأول يتعلق بتهريب الأموال كما قال، الثاني يتعلق بالتطبيقات أنه يكون في هناك تلاعب بهذه الأرقام عبر التطبيقات وهي لا تعكس الواقع في السوق، وثالثا أيضا تحدث عن سبب ثالث يتعلق بتجميع الأموال قبيل الانتخابات. بروفيسور عجائة رجع معنا. ايه مساء الخير عن جديد، وبعتذر من حضرتك ومن المشاهدين. ابدا. بقى قلت انا يعني باعتقادي الشخصي انه في اجتماع لهالثلاث عوامل بالتحديد، اللي هن اول عامل هو واضح موضوع بس هلا نحن وصلنا لهون. شو ممكن بعد ينعمل؟ لانه من يومين تقريبا سمعنا عن تواصل صار بين حاكم مصرف لبنان وبين رئيس الحكومه، وعلى اساس اتفقوا على اليه معينه لكبح هذه التطبيقات. شو صار بهذا الموضوع وشو بعد فينا نعمل اليوم تنوقف هالتدهور السريع؟ بعد بينعمل شيء؟ هلا
أنا أعتقد أنه وزيرة الداخلية حسب ما سمعت بالأخبار عقد اجتماع للأجهزة الأمنية، وهذا الاجتماع كان على أساس أنه يحكي بالتطبيقات بالتحديد لمكافحتها، لأنه أغلب الاعتقاد أنه هذه التطبيقات موجودة بلبنان. نعم. وملاحقة كمان جروبات الواتساب يلي عم تعمل هالأمر. أنا أعتقد أنه هاو اللي عم بيشغلوا هالتطبيقات واللي عم يشتغلوا بجروبات الواتساب عندهم حمايات، لو ما عندهم حمايات الأجهزة الأمنية بتعرفهم كلهم وبتعرفهم بالأسماء ومنخرطين بالجروبات وبيعرفوا مين اللي عم بيحرك السوق. لذلك أنا أعتقد أنه في حماية معينة من قبل أصحاب النفوذ لهالأشخاص أو اللي عم بيشغلوا، لذلك لن يعني ما رح توصل لنتيجة. حكومة الرئيس مئاتي عندها ثلاث أشياء تعملهم إذا كانت بدها تحل هالمشكلة: بدها تحارب التطبيقات والأجهزة الأمنية بتعرف بالأسماء والأرقام مين اللي عم بيشغل. اثنين، بدها توقف التهريب على الحدود، لأنه هذه العملية صارت مثل ما بقولوا حضرتك عم بتشوفي بالأخبار. ثلاثة، بدها توقف خليني أقول يعني حتى ما يكون في اتهام لبعض القوى السياسية، خليني أقول الناس اللي عم تشتري لأهداف انتخابية دولارات بالسوق بدها توقفهم، وكمان صاروا معروفين. إذا ناس مدنيين وأشخاص عاديين مثلي ومثل حضرتك بيعرفوا بهالخبرية، يعني معناتها انه الأجهزة الأمنية قادرة توصلهم بكل سهولة. واضح. طيب دكتور، سعر صرف الدولار إلى أين اليوم؟ سمعنا رقم بيحكي عن 50,000 ليرة. هلا هذه من بين الأمور اللي بيستخدموها المضاربين لحتى يقدروا يأثروا على الرأي العام، يعني هذه بتخلق بانيك وبتخلق مثل ما بقولوا ردة فعل من قبل الناس. وبحسب قانون بعلم الإحصاء اسمه قانون الأعداد الكبيرة، إذا كل الناس بيعتقدوا أنه الدولار بده يطلع بيروحوا كلهم بيصيروا يشتروا دولارات بيعلوا الدولار هن بحد ذاته. واضح. لذلك ما بنقدر نعرف، ما له سقف الدولار. اليوم في عندنا خلل بنيوي اقتصاديا وماليا ونقديا، هذا الخلل البنيوي لا يمكن انه يصح الا باتفاق مع صندوق النقد. لذلك حكومه الرئيس ميقاتي يجب عليها ان تجتمع، ما فينا نضلنا ناطرين. اذا ما توصلنا لاجتماع لاتفاق عفوا مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابيه، الدولار ما عنده اي سقف لا اقتصادي ولا مالي ولا نقدي ولا سياسي. طيب ما في دور بيقدر يعمله حاكم مصرف لبنان؟ هو المسؤول عن سلامه النقد واستقراره؟ هلا في كت دولارات بالسوق، في كت دولارات بالسوق، هي الشغله الوحيده اللي بالقدره عنده انه يقدر يعملها. المشكل في او بالاحرى الحسابات اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار، اول حساب بده يكبهم كرمال شو تيروحوا بريه الحدود، او بده يكبهم كرمال يتخزنوا من قبل بعض الاشخاص اللي طامحين للانتخابات. هلا عم بكب، هو بيقول لك انه انا عم كب بواسطه ال 161 لاني انا عم بسحب ليره وعم بدفع لك دولار بالمقابل. نعم. عدا عن هيك ما بقى في يوقف المؤيدين للسوق مثل ما كان يوقف بالاول، لانه الاحتياط ما بقى موجود. هو يلي عم ياخذهم من شركات تحويل المال عم بيكبهم للمصارف حتى المصارف تعطيهم للمواطنين. لذلك اذا كانت القصه قصه عرض وطلب فقط لغير الدولارات، عم ينكب دولارات، فاذا هي القصه قصه بالسياسي، يجب سحب الدولار من المواجهه السياسيه. واليوم في قوه خارجيه ستريت، اذا بتسمحي لي بهال 15 ثانيه، في قوه خارجيه عم بتشارك بهاللعبه هاي. وما ننسى انه هذه حلب الصراع، صار الدولار حلب الصراع وتصفيه حسابات سياسيه. شكرا لك الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء على هذه المداخله. وفي ملف التدقيق الجنائي، لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في هذا الإطار إلى إقرار اللجنة اقتراح قانون يفتح السرية المصرفية إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأشار كنعان إلى أن وزارة العدل اقترحت عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، وأن عددا كبيرا من النواب الحاضرين قد تبنى الاقتراح على أن يناقش في جلسة مقبلة. هل التزمت المدارس بقرار وزير التربية؟ تقرير روبا الفرند. كان من المفترض اليوم تنتهي عطلة عيد الميلاد وتعاود المدارس فتح أبوابها، إلا أنه الواقع اختلف، حيث شهدت بعض المدارس عطلة غير رسمية أو غير معلنة بظل إصرار وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة اليوم إلى الصفوف، والسبب
كورونا. زاد العدد الحالات الإيجابية بين بالهيئة التعليمية وبين التلاميذ، هذا الشيء خلينا نأجل جمعة ونتريث شوي لكن خف العدد. كنا ملتزمين بقرار الوزير وأعلنا أنه نحن بعشرة شهر مفوت على المدرسة، ولكن تفاجئنا بس عملنا الاستاتيستيك شو في عنا إصابات بالمدرسة بين الأساتذة وبين التلاميذ، طلع فيه بكل سيك الأكثر من 4 أو 5 أساتذة مصابين وأكثر من 35 أو 36 تلميذ. أخذنا قرار أنه نأجل جمعة كانوا الأساتذة تعرفوا والتلميذ نفس صغير صاروا أفضل. بما يخص الإجراءات للأسبوع المقبل شو هن؟ مثل العادة البروتوكول الصحي اللي طلبته وزارة الصحة ووزارة التربية نحن ملتزمين فيه، الأساتذة كلهم التعامل مبدئيا والتلاميذ نحن شجعناهم مثل ما قالت وزارة التربية أنه ياخذوا الباكسان، أكثريتهم أخذوا الباكسان. يعني أكيد نطلب بي سي آر الأشخاص اللي كانوا إيجابيين ونرجع ناخذ ديستانس، نرجع نجرب نقسم التلاميذ بطريقة يكون في تباعد أكثر. إذن نسبة متفاوتة في الالتزام بين المدارس الرسمية اللي حافظت على إضرابها والمدارس الخاصة اللي أبقى بعضها على الإقفال، فيما التزم بعض الآخر بقرار الوزير بالعودة إلى الصفوف مع التشدد بالإجراءات الوقائية. على كل بلد العالم فاتحة، ليش نحن بدنا نفكر يعني قدام الصعوبات هيك بدنا يعني ننزل إيدينا نقول ما فينا نعمل شيء؟ فتحنا والحمد لله، يعني ليش الحال؟ وشو الإجراءات اللي أخذتوها؟ هلا اخذين اجراءات مثل العاده بس زايدين شوي اذا بدك، على الماسكات، على التباعد بين التلاميذ، على التنبيه للتلاميذ وللايجابيين وللاساتذه، يعني عم نشدد بس انه الحياه مكمله. هل في بعض الطلاب اليوم اجوا على المدرسه نظرا للوضع؟ اكيد اكيد في قسم من الطلاب ما اجى، في منهم فعليا لانه عندهم الاوميكرون، وفي منهم لانه خايفين من سامون، وفي جزء صغير لانه عندهم امراض بخيفوا مثلا مثل الرب والاسم وهيك اشياء. بس انه عامه اغلبيه التلاميذ اليوم بالمدرسه. قرار بتمديد عطله بعض المدارس حتى صباح الاثنين 17 كانون الثاني كان على خلفيه الوضع الوبائي، الا انه هيدا ما بيعني غض النظر عن احوال المعلمين وحقوقهم، فالمدارس متضامنه مع حقوق الاساتذه. نحن المدارس يعني اللي عم نحاول نعمل المستحيل تنساعد الاساتذه والاداريين طبعا قد ما بنقدر، بس تعرف انه يعني ما في حلول هلا بلبنان سحريه، واحد بده ياخذ ويعطي. بفتكر انه الشيء الحلو بمدرستنا انه اغلبيه الاساتذه ما حدا قال ليش عم تفتحوا او شيء، الجميع التزموا، كل واحد قادر يجي على المدرسه اجى بدون اي صعوبه. نحن على تواصل دائم مع الاساتذه، هلا المطالب اللي هن المحقه يعني 6 درجات اخذوها، قصه انه نكون نحن على بشو بيقول القانون نحن ماشيين فيها. هلا بقصه النقل ناطرين للمواي قرض 65,000 تيقدروا الاساتذه عن جد يكونوا مرتاحين تيجوا على المدرسه. إذن الجميع متفق على مبدأ أساسي وهو المحافظة على العام الدراسي. رداً على تحميل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم، شدد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على أنه من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء، محملاً مسؤولية أي تأخير للجهات التي تعطل انعقاد هذه الجلسات. معادلة واضحة وصريحة، لن يفرج عن رواتب المتعاقدين مع الدولة اللبنانية في كافة القطاعات في حال لم يجتمع مجلس الوزراء لتجديد العقود. هذا الواقع فرضه الاشتباك السياسي الذي أرخى بظلاله على الحكومة، ما انعكس سلبا على شريحة كبيرة من المتعاقدين مع الدولة اللبنانية، سواء موظفين في الإدارات العامة أو أساتذة في التعليم الرسمي. وهنا تشير المعلومات إلى أن الملف كان من المفترض أن يصل إلى وزارة المال منذ شهر تشرين الثاني الماضي، وهو عبارة عن مرسوم من مجلس الوزراء لتجديد عقود المتعاقدين، وهذا لم يحصل حتى اليوم. كما أن رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على المراسيم الجوالة وتحويلها إلى عرف يخدم معرقلي انعقاد الحكومة. وفي هذا الإطار رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على المعلومات التي تحمل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم.
حيث أوضح مكتب الإعلام أنه لم يتم تمديد العمل بالملكات المؤقتة وللمتعاقدين والأجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة. وأكد أن الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة، لكن سعيه لم يستجاب. ومن المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء، وأي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء. فالمصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها، ختم مكتب الإعلام فيب عبدة. وفي الانتظار فإن صرخة المتعاقدين لا سيما الأساتذة تعلو. لا شك أن الأساتذة محقين بمطالبهم خصوصا بإضرابهم، لأنه لهم فترة طويلة مش قاضين مستحقاتهم. بيقدر وزير التربية حاول تحسين وضعهم بإضافة ساعة العمل وتقديم حوافز تانية، لكن عدم اجتماع مجلس الوزراء واقف عاضد قدام هذا الموضوع. يلي عم ينحكى فيه قصة المراسيم الجوالة هي غير قانونية، وهيدي سابقة خطيرة يلي هي غير مقبولة، وبيتحمل مسؤوليتها مجلس الوزراء مجتمعا لإقرار هيدي المراسيم. العام الدراسي رهينة التجاذبات السياسية، ولن يعود الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية إلى التعليم الحضوري والأونلاين ما لم يفرج أولا عن مستحقاتهم وتنفذ مطالبهم. عدم انعقاد مجلس الوزراء متسبب بأنه بكافة المراسيم هي نايمة، اليوم المراسيم لا بتوقع، وبالتالي لما أخذوا حقوقهم للأساتذة كان على صعيد المتعاقدين أو الملاك، ورفع بدل النقل أيضا يلي بيطال الأساتذة الملاك وكافة القطاعات، وايضا الاساتذه المتعاقدين يلي لهم حق كمان برفع اجر الساعه، ايضا المرسوم متوقف. يعني اليوم نحن هيدي التجاذبات السياسيه عم يدفع ثمن الاستاذ والقطاع التعليمي، وبالتالي حتؤدي لانهيار العام الدراسي باكمله. مين بيتحمل المسؤوليه؟ اكثر من ملف سيبقى عالقا لحين حل الازمه السياسيه ووجود قناعه لدى الاطراف المعرقله ان اجتماع مجلس الوزراء ضروره لاتخاذ قرارات من شانها تسيير المرافق العامه وصرف المستحقات الماليه. بالفعل إذا كنتوا رغبانين يصير فيه تغيير وتبديل، ويصير فيه حكم جديد ونهج جديد، لازم تمارسوا هذا الحق. انتخابيا، تغريدة لافتة لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تحدث فيها عن خطأ قانوني كبير تم الوقوع به في دعوة الهيئات الناخبة، سائلا إن كان هناك من سيتقدم بطعن يؤدي لتأخير الانتخابات. استقبل وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مكتبه رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك وأمين سره عطل غشام، وتم البحث في عمل الهيئة الحالية في ظل عدم تعيين هيئة جديدة مع تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتزامنا مع فتح باب الترشيح. وأكد مولوي أهمية قيام الهيئة بواجباتها لناحية الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، لا سيما الإنفاق والإعلان الانتخابيين. ووضع عبد الملك مولوي في حاجات الهيئة لمواكبة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة. واليوم فتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية من دون أن يتقدم أحد بترشحه. بالفعل إذا كنتوا رغبانين يصير فيه تغيير وتبديل، ويصير فيه حكم جديد نهج جديد، لازم تمارسوا هذا الحق. التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وفدا من أهالي شهداء انفجار المرفأ، وتمنى عثمان تحقيق العدالة في هذه القضية الإنسانية والوطنية. طلبناه بتنفيذ مذكرات التوقيف مثل ما عطلها من طالب كل مش الكل، كان طالب بقول لهم فاكرين بس عنده، فاستنى اللواء وضح لنا رأيه اللي نحن هلا بننصحه قانونيا انه هو بتوصل له المذكرة بيعممها، بس يعممها في مخابرات الجيش، الأمن العام، الامن الدولي اللي هن في مرافقه من على حسن خليل الامن الدولي، وكمان الامن الداخلي فيه نفذه، فنحن هلا عم نتوجه لكل الاجهزه الامنيه مش بس لواء سنان فيه نفذه.
أشار المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، ولفت إلى أن السيسي أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان، معربا عن كامل الدعم له من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة في لبنان. وخلال الاجتماع أكد السيسي التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها، مبديا استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز وفق المعاهدات الموقعة، وأعطى توجيهاته لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه، مشيرا إلى أن السيسي قال أن لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير مصر ووجدانها. من جانبه ثمن ميقاتي العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيدا بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي والتي تعد نموذجا يحتذى به في دول المنطقة. وكان ميقاتي أعلن أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل ستشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم فيما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الإنقاذ الوطني المنشود. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية والدولية، اختتمت جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي تركزت على قضية الضمانات الأمنية. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات مع واشنطن كانت صعبة لكن احترافية وعميقة، موضحة أن الطرف الأمريكي تعامل بجدية مع المقترحات الروسية وأقدم على معالجتها. ولفتت إلى أننا أوضحنا للأمريكيين الأسباب التي دفعتنا إلى المطالبة الضمانات الأمنية، مؤكدة أننا أبلغنا الأمريكيين بدوافع القلق التي تثير مخاوفنا حول توسع الناتو. وأوضحت الخارجية الروسية أننا أبلغنا الأمريكيين أن لا خطط لدينا لغزو أوكرانيا وأن رفع جاهزية قواتنا يجري على أراضينا. أعرب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن أمله بالقدرة على تعزيز العلاقات مع الدول المطلة على الخليج الفارسي وتحقيق وجهة نظر الحكومة 13 بشأن سياسة العلاقات مع دول الجوار. وفي تصريحات للصحفيين فور وصوله إلى مطار مسقط، أضاف عبد اللهيان أنه سيجري خلال هذه الزيارة ليوم واحد سيجري محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين ووزير الخارجية حول تطوير العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية. ووصف العلاقات بين طهران ومسقط بأنها طويلة الأمد ومستقرة. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة التحالف العربي إلى التخلي عن طريق الخطأ وإنهاء الأزمة من خلال حوار يمني، كما أوضح أنه تم تناول ملف السياسات المائية بين إيران وأفغانستان خلال زيارة وزير حكومة طالبان إلى طهران. وحول محادثات فيينا، أكد خطيب زادة تحقيق بعض التقدم في بعض جوانبها والوصول إلى نقاط تثبت مكان الطرف المقابل جديا في مواصلة الحوار أو لا، مشددا على أن السرعة بالنسبة لإيران مهمة وعلى ضرورة أن تكون سرعة جميع الأطراف واحدة. أفادت وسائل إعلام تركية بأن مشاجرة اندلعت بين شخصين تحولت الليلة الماضية إلى قتال شاركت فيه مجموعة كبيرة تسبب في تضرر مكان عمل قيل أنه مملوك لنازحين سوريين. وبحسب مصادر إعلامية، فقد حطمت مجموعة من السكان نوافذ وواجهات لمركز تسوق حيث توجد متاجر لرعاية أجانب. وذكرت مصادر أخرى أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة الضربات التي تلقياها، وأن فرق الشرطة عثرت على مسدس فارغ في المكان الذي اندلع فيه الشجار. إلى باكستان، حيث لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم داخل سياراتهم بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية في مدينة جبلية واقعة شمال شرق العاصمة إسلام أباد. وأكد وزير الداخلية الباكستانية أن الجيش عمل على فتح الطرق وإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين. ونشرت خدمات الطوارئ الباكستانية لائحة بأسماء الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، من بينهم شرطي وزوجته وأولادهما الستة. إلى الرياضة مع الزميل إلي نصار. شهدت المرحلة السابعة من بطولة لبنان للفوليبول تأجيل مباراتين بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، هن مباراة طلائع دلهون والشبيب البوشري اللي كانت مقررة بالسرفاند، ومباراة الانعاش قنات والرياض المتين اللي كانت مقررة بالبترون. وسيعين الاتحاد اللبناني مواعيد جديدة للمباراتين.
المرحلة السابعة شهدت فوز سبيدبول شكا حامل اللقب على الرسالة السرفاند 3-0 25-21 25-16 و25-9 على ملعب حمات، وهو الفوز السادس على التوالي لسبيدبول من دون خسارة. بقاعة كارلو سليم لمجمع ميشيل سليمان الرياضي بجبيل خسر الرياضي مشمش قدام الجيش اللبناني 0-3 18-25 23-25 و16-25، وهو الفوز الأول للجيش على مشمش بتاريخ مواجهاتهم باللعبة. بقاعة أنطوان شويري غزير السفارة الأمريكية لقي خسارته السابعة على التوالي واستمر بقاعة ترتيب، وكانت قدام الأنوار جديدة 0-3 18-25 21-25 و19-25، وهالفوز هو الثالث للأنوار على السفارة بتاريخ مواجهاتهم باللعبة. بقاعة نورث هيفن بالألمون انتهى دربي الشمال بين الرياضي الألمون وضيفه الزهرة المينا طرابلس 3-0 للألمون 25-18 25-19 و25-21، وهالفوز هو السادس للألمون على الزهرة مقابل 12 خسارة بتاريخ مواجهتهم. حافظ فريق الجيش اللبناني على صدارة ترتيب بطولة لبنان للفوتسال بفوزه على طرابلس الفيحاء، بينما حافظ حومين الفوقة على المركز الثاني والحرية صيدا على المركز الثالث. على ملعب مجمع الرئيس العماد أميل لحود الرياضي العسكري ربح الجيش على طرابلس 8-1 ضمن المرحلة السابعة الشوط الأول 4-1، وسجل للجيش محمد عثمان، بطرس زخيا، أحمد زريق هدفين، محمد أبو زيد، حسين البابا، علي الأكومي، ومحمد أبيسي، بينما سجل لطرابلس جاد يمين. على ملعب السد ببيروت ربح حومين على المشعل بدني 10-1، سجلن للربحان مصطفى رحيم 4 أهداف، هيثم عطوي، عفيف الشريم، علي الحمصي هدفين، علي كريم، حسين علوش، بينما سجل للمشعل حسن الحاج سليمين. على نفس الملعب ربح جوني على مؤسسة الربيع 4-3، سجل لجوني دانيال خوري وعيسى محرز وجمال سلوين وماريو أبو جودي، بينما سجل للربيع عبد الرحمن خضر، إبراهيم علام، وقاسم محمود. بقاعة السرفاند ربح الحرية صيدا على شبيبة النهضة شويفات 7-0، سجلن حسن زيتون، محمد حمود هدفين، أحمد المحمد، علي حمام هدفين، ورائد خير الدين. على نفس الملعب عند إيت ربح على الجنوب الرياضي 3-2، سجلن للربحان مارك أبي حنة هدفين وإلي عقيقي، بينما سجل للجنوب محمد شكرون وحسين إبراهيم. على ملعب بلدية شويفات، شويفات ربح على شدر 11-1، سجلن للربحان جواد ناصر الدين هدفين، موسى يحيى، محمود دقيق هدفين، حسن شهاب هدفين، حسن المقداد ومهدي ملك هدفين، وهادي ناصر الدين، بينما سجل هدف شدر الوحيد بشار دندل. والختام مع حال الطقس والزميلة نرمين أربان بشارة. مساء الخير. طقس مستقر رح نشهده بيستمر من الليلة للأربعة مساء، بحيث تتأثر أجواءنا تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة. إذا جو قليل الغيوم لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من شمال، وعكار عم بتسجل 18 درجة، طرابلس 20، العاصمة بيروت أيضا 20 درجة، وصور 21. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 13، القلوق 7 درجات، الزحلة 14، وجزين 13 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لل 65%، رياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 20 وال 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة جونا قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اللي بتسجل ساحلة 19 درجة. للأربعة جونا غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، وبيتحول جونا ليلا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار متفرقة، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 21 درجة. للخميس والجمعة جونا غائم مع رياح ناشطة بيرتفع موج البحر، بتتساقط أمطار متفرقة للخميس، تشتد غزارتها للجمعة، والثلوج بتلامس 1600 متر، والحرارة بتسجل ساحلا 17 درجة لنهار الخميس وبتنخفض لل 14 درجة لنهار الجمعة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت، تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر انستغرام، فيسبوك، تويتر، وموقع otv.com.lv.